اهلا وسهلا استاذ امفين، اتفضلي. شطت دراسه. لو سمحت انا كنت عايزه اعرف بس طريقه المذاكره دي نذاكرها لعيالنا صح عشان نبقى ماشيين على الطريق صح. تمام، شكرا يعني لحضرتك. العفو، شكرا. قولي السؤال. طيب برضو ناخد كمان دكتور اسحاق من مغاغة. صباح الفل يا دكتور. ان شاء الله عندك خدنا على المنيا. اهلا بيك. صباح عليكم استاذ اسحاق واستاذه هبه، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وعلى الدكتور العزيز. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. هو طبعا انا يعني دكتور صيدلي من اكثر من 20 سنه، بس تجربتي مع التعليم، اسمحوا لي انا ما عنديش سؤال، لكن تجربتي مع اولادي ومع ابن اخويا في ثانويه عامه، عايز اقول ان انا من زمان الهدف من التعلم ان انا مش اطلع الاول ولا نجيب الفول مارك، ولكن المشكله ان تحول التعليم عندنا للصم والحفظ، ويخرجوا الولاد مش عندهم اي خلفيه بعد كده. فانا مع وزير التعليم قلبا وقالبا من خلال تجربتي مع اولادي. طبعا انا عندي اكبر حد لسه اولى ثانوي، ولكن الناس كلها بتجابه وضد وزير التعليم. لا، هو ده الصح، هو ده الصح. احنا خدنا في صيدله من 20 سنه نظام الاسئله اللي هو الاختيار من متعدد 300 سؤال، كانوا بيمسحوا المنهج كله. شفتي؟ فكره ان انا احفظ، وفكره الدروس اللي بقت موضه وعاده وملهاش اي لازمه. وعاوزه انوه على حاجه مهمه جدا لو وقتك يسمح. اتفضل. هو ليه احنا اولادنا بيبقوا في المرحله الابتدائيه شطار جدا جدا جدا، وبعد كده اللي هم يعني ايه ابتدوا يتاثروا، مستواهم بيقل؟ الفكره عاوزه اقول الفكره ان احنا بنبقى مركزين معاهم وهم صغيرين على قد طاقتنا، يعني على قد مستوى التعلم، بيبقى الاب والام متابعين ولادهم في البيت، فاولادهم بيبقوا بيرفكت، بيبقوا A1. المشكله بقى لما بنبعد عنهم بيبتدوا هم. لا، انا طالب كل اولياء الامور، انا بذاكر لاولادي ماس وساينس وفيزياء وكيمياء واحياء، فهم تحت عيني. المدرس اللي بره مش هيكون امين عليك زي اولادك. حك عندك حق، بس طبعا الفكره ان كل اب وام يكونوا مؤهلين او قادرين يشرحوا المواد دي مش هتكون متكافئه، فالمنصات التعليميه والحاجات اللي بتحصل دلوقتي هتساهم بشكل اكبر انهم يفهموا المعلومه. بنشكرك جدا يا دكتور اسحاق. استاذه امفين كان بتسال حضرتك الاول عشان ما ننساش السؤال، بتقول لك طب انا هذاكر لاولادي ازاي؟ تذاكري لاولادك ازاي؟ هو طبعا وجود حضن اجتماعي او دفء اسري، ان ماما او بابا طبعا مش موجود، ماما هي اللي موجوده في البيت مش بيذاكر، ما يعرفش يذاكر. هي الامهات طبعاً. ربنا يديهم الصحه. أمين. هم اللي بيقعدوا مع اولادهم وحافظين المقررات وعارفين ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. وايه احنا قلنا مفيش حفظ لا عارفين هيذاكروا ازاي بقى؟ لا مش ايه الصعب وايه السهل، ايه اللي بيقدر يحله الطالب وايه اللي فوق مستواه وايه السهل اللي هو يقدر تراديشنال تقليدي. ده كان محتاج تدريب للولاد ولا هم كده دربوا كفايه؟ لا يمكن في تدريب. يعني ده سؤال في حد بعت لحضرتك بيقول ان ده نفس النظام الدبلومه البريطانيه. أيوة. بس للاسف المدرسين في الوزاره غير معدين لذلك، ويا ريت الاولاد يتدربوا على اسلوب هذه الاسئله. قالوا ان المدرسين غير معدين. المدرسين خدوا تدريب، والمدرسين مش هم اللي جاوبوا على الامتحان. المدرسين خدوا تدريب على ان هم يعني يتفاعلوا مع الطلبه ونمط الاسئله اللي قدموها. احنا كنا زي ما الدكتور قال، الصيدلي ربنا يبارك فيه وفاهم، ان الرئيس السيسي قال احنا عاوزين نبني انسان جديد لمجتمع جديد. انسان يفكر، يفسر، يعلل، يبدي رايه، يعلق، يلخص، مش انسان كنا عايشين في مثلث التخلف اللي هو القاء من المعلم، حفظ من المتعلم، استرجاع في الامتحان يرجع. هو الطالب اللي خد 100 من 100 ودخل الصيدله والطب والهندسه وصيت اعدادي صيدله واعدادي طب واعدادي هندسه، هل ده تعليم؟ لا، ده تخزين للمعلومات. حفظ اللي لا حفظ. اللي كان اللي بيحفظ اكتر هو اللي بيجيب مجموع اكتر. العادات الاستذكار اللي قدها في المرحله الثانويه والاعداديه السيئه دي بتاعه الحفظ، في الجامعه هيصطدم، هيلاقي اجراء بحوث، معامل، ورش، دراسات ميدانيه، فيبتدي يصطدم ان هو صحيح. استقلاليه في التعلم. انا كان ليا صديق جاي التعلم المعتمد على كان ليا صديق جايب 99% ثانويه عامه وسقط اعدادي هندسه. ده تفوق وهمي. تفوق وهمي ليه؟ لان الواد ده احنا ضحكنا على اولياء الامور قبل كده. أيوه. بان خليناهم جبنا لهم اسئله اللي موجوده في الكتاب. فالمدرس الخصوصي والسنتر والكتاب الخارجي ابتدى يشتغل، دول جماعات الضغط الاجتماعي، فده جت ورقه الاسئله
تبكل تبقى الاصل من الكتاب المدرسي. فده ما يبقاش حفظ، ما يبقاش تفوق، ده مش تفوق.